بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لأبنائنا المعهد الفني بمعهد وردان بالسكة الحديد، بالنسبة لطلبة المعهد ربنا يوفقكم جميعا. هنبدأ في شرح حس الإشارات. نبدأ بالسمفرات أولا. في قطاع السكة الحديد الأول كان فيه عبارة عن أي سمفور وطالع ونازل عمود واحد بس. بعد كده الدنيا اتطورت، بدأنا في الإشارات نعمل السمفرات نجهز الإشارات. تبدأ من السمفرات، سمفور المسافة، وبعدين الوسط، وبعدين الإياب، وبعدين الديسكات الأرضية. سمفور المسافة ريشة صفراء فيها ديل سمكة، دي السواق ممكن تجاوز سمفور المسافة. مسافة بتبعد بين الريشة وبين بلوك الإشارات 1000 متر، يعني كيلو. وبين سمفور المسافة وسمفور الوسط 800 متر. 800 متر عشان يمكن السواق الوقوف امام سمفور الوسط لو هو مغلق. يعني بدي فرصة للسواق يتجاوز المسافة ويجي عند سمفور الوسط ويقف. بعد سمفور الوسط بعدين القيام، اللي هو القيام او القيام الامامي. دي سمفرات. بعدين نبدأ بالديسكات الأرضية. في ديسك مفرد، في ميجوز، ديسك مفرد وديسك ميجوز أو متلت، وديسك تعزيري، وديسك لصق. ده الديسك لصق. ديسك المفرد اللي هو تخزين الاطارات، الديسك المفرد اللي هو تخزين الاطارات على المخزن، او الديسك المتلت لما يكون عندي 3 سكك. في ميجوز يبقى عندي سكتين، وبعدين في ريشه منوره. اوعى خليك عشان ما تطلعش. ريشه منوره بتركب تحت السمفور الوسط. ريشه المنوره دي قدم ونص بتركب تحت السمفور الوسط، وهي بتقوم بتخزين القطار من الطوالي للمخزن. ده ريشة المنارة طولها قدم ونص. ريشة المناداة طولها قدم ونص، وهي بالعرض كده، وهي لدخول القطار على سكة مشغولة. تستخدم لتدوير الجرارات. الجرار بينضم على الستوك بتاع العربات بتاعته للسفر إلى جهة تانية. ويجب على السائق الوقوف تماما، الوقوف تماما، وبعدين يبتدي يمشي بالتحذير لغاية لما ينضم للقطر بتاعه. ده ريشة المناداة. وريشة المناداة بدون أنوار، بدون أنوار، ويجب على السائق وقوف تام، وبعدين يبتدي يمشي بالتحذير. ده ريشة المناداة. ده ريشة عند الطلب وبدون أنوار، وبتركب تحت سمفور الوسط. الديسك التعزيري، الديسك التعزيري ده بيركب طارة وفي وسط الشريط أحمر وفي حرف الت. الأنوار بتاعته أصفر وأحمر، بيبقى ماشي بالتعزير، بيبقى ماشي بالتعزير اصفر واحمر. طارته عاديه زي الديسك العادي، بس ده بالتعزير. بتخطى، ممكن يتخطى الطوالي ويخش على الجهه المراد هناك، بس بيمشي بالتعزير. بيدي نور اصفر واحمر، اصفر عند المسير واحمر عند الوقوف وعدم السواق تجاوزه. الديسك الاصفر بيركب في الاحواش، في اللحاش الكبيرة وفي المحطات الكبيرة. ممكن تجاوزه وهو باللون الأصفر وفي شريط أسود. باللون الأصفر برتقاني واللون الأخضر. الأصفر السواق بتجاوزه، والأخضر عند تجهيز القطار يقوم بالسفرية. بعد تجهيز القطار كاملة يفتح له الديسك والضوء الأخضر، ديسك الأصفر. فبيركب على رقبة المنارة في الإحواش. ودي جميع انواع الديسكات، دي جميع انواع الديسكات. ده بيودي على 3 سكك، سكه 1 و2 و3. لما بيكون السكك جنب بعض، اول واحد بيبقى على الشمال نمره الف، ونمره ب، ونمره ج. بيودي على 3 سكك ورا بعض. الطره الاولانيه اللي على الشمال نمره الف، نمره ب، ونمره ج. ده 3 سكك جنب بعض. يبقى عند كده السواق يبقى عارف هو داخل على سكه ايه. ويضاء ديسك متلت، ديسك متلت
وضاء باللون، عنده نور احمر ونور اخضر، نور احمر للوقوف ونور اخضر للمسير، نور اخضر للمسير. ويبقى كده دي انواع الصنفرات والديسكات. الوسط ده اهم صنفور عندنا في الاشارات، اللي هو الصنفور الوسط، يبقى حامل تحويل وحامل محطه وحامل مسائنات وحامل كباري، ولا يمكن تجاوز صنفور الوسط في حال من الاحوال الا بياخد امر من تشغيل الحركه، عدم تجاوز سواء نهائيا صنفور الوسط مهما كانت الظروف. عشان تجاوز صنفور الوسط ياخد امر من تشغيل من الحركه، عدم تجاوزه. حامي مؤخرة القطار، حامي مؤخرة المحطة، مؤمن على التحويل المقابل، مؤمن على التحويل المسير، حامي المزلقنات، حامي الكباري، سيمافور الوسط، وحامي المحطة. فالسيمافور الوسط عدم تجاوزه نهائيا مهما كانت الظروف الا في الحالات القصوى، ياخد امر من ادارة التشغيل عن طريق نظر المحطة او مفتش الحركة او ملاحظة. هذا السمفور عدم تجاوزه. بالنسبه للسمفور الوسط، الريشه قدامنا اول 5 قدم، عن في تقل في 6 تشغيل الريشه، وفي بكره 10 بوصه تحت، وفي هنا جهاز كبسونه. جهاز الكبسونه ده بيركب في السمفور الوسط في خط المزدوج. السمفور الوسط حاليا ده جهاز كبسونه بيركب في خط المجلس، بيركب في خط المجلس وليس في خط المفرد. خط المفرد ما فيهوش جهاز كبسونه. جهاز الكبسونه يركب على سنفورات سنفور الوسط في خط المزدوج فقط. عشان في حال تجاوز السائق بيضرب الكبسونه ويعلم في عجل القطار، نعرف ان السواق متجاوز. ده بالنسبه لسنفور الوسط. والسنفور الوسط يعتبر حامل محط، اهم سنفور في سنفورات الاشارات، وعدم تجاوزه نهائيا زي ما احنا قلنا. هات الغلق تبقى الكبسونه على الشريط. يبقى كبسونة على الشريط حالة غلق السيمافور وهو مغلق. حالة الفتح يبقى الكبسونة بعيد عن الشريط. ده عشان بنسبة ان السواق في حالة التجاوز بيضرب الكبسونة ويعلم في عدد القطارات، نعرف السواق متجاوز ولا لا. نرجع تاني ريشة سيمافور المسافة. الريشة اللي قدامكم دي بتاع سيمافور المسافة باللون الاصفر، دي لسمكة، دي طولها 5 قدم، ممكن السواق تجاوزه للوصول الى سنفور الوسط. بنعرف السواق انه داخل على محطه، اول ريشه بتقابله سنفور المسافه. بالنسبه للسواق في القطار عند دخوله اول محطه، اول ما يشوف ريشه المسافه يعرف انه داخل على بلوك، داخل على محطه، بيعرفه. تبعد عن البلوك 1000 متر يعني كيلو. بين سنفور الوسط والمسافه 800 متر عشان ممكن السواق الوقوف امام سنفور الوسط وهو مغلق، عدم تجاوزه نهائيا. طقم مانوالات البلوك جميع المانوالات وجميع السنفورات. سنفور المسافه بيبقى باللون الاصفر. الابيض ده الاحتياطي روزويت، الاحمر سنفور او ديسك، الازرق ترباس، الاسود تحويله، والاحمر سنفور البني الحاكم او البوابه بيبقى لون بني. يبقى اللون الاحمر بيبقى للسنفورات، الاسود بيبقى للتحويل، الازرق للترابيس، الابيض السبير اللي هو الاحتياطي، المسافه بيبقى باللون الاصفر بالوان المالونات. بعد طقم المالونات بينزل على السفل تحت، اول حاجه بتقابلني الكرنكات والبكر. ده كرنك راسي 10 في 11 ده بسفل البلوك. ده كرنك راسي 10 في 11 سفل البلوك موجود في السفل. كرنك الثاني 10 في 11 على الفرش الخارجي للبلوك. الكرنك الثاني 10 في 11 ده بكره مفرد. السفلي ده 10 في 11 كرنك على الفرش الخارجي للبلوك. وعندها كرنك مشايه 10 في 15 ده ضبط التحويله، زياده الضغط او تقليل الضغط. ده كرنك 10 في 15. ده كرنك ميزان الجريده 12.5 في 12.5 لتشغيل لسان الترباس المقابل. كرنك 12.5 في 12 لتشغيل الترباس المقابل. ده الترباس المقابل بيركب على التحويل المقابل. ده الترباس المقابل وده اللسان بتاعه بيركب على التحويل المقابل القطر. بيركب في نص السكه. السكه
الساعة 6:43 ده بيركب في نص السكة، وحاكم الإبرة مع الترباز، حاكم الإبرة مع عضيب الجنب، الإبرة مع عضيب الجنب، والترباز ده بيكبس ويأمن، وهنفتح السنفرات عن طريق صندوق الأمن. طريق صندوق الأمن اللي قدامنا ده المجوز ده. ده صندوق الأمن المجوز. ده صندوق مفرد، وده صندوق مفرد بسلاحين بدراعين للإبر ودراع للسمفور. ده صندوق مفرد بسلاح للسمفور ودراعين للإبر، إبرة يمين وإبرة شمال. دي بكرة مجوز، دي بكرة خط مفرد، دي بكرة مدلت، دي بكرة مربعة، دي بكرة مخمسة، دي بكرة مسدسة. ده ميزان الحرارة، ده ميزان الحرارة بيحافظ على التمدد والانكماش. كل تحويلة لها ميزان حرارة، مادام تبعد عن البلوك 20 متر بيركب لها ميزان حرارة، بيحافظ على التمدد والانكماش. تمدد في الصيف والانكماش في الشتاء. وده صندوق أمن مجوز بسلاحين اتنين السنفور وسلاحين الإبر. ودي داسة، داسة بتاعت الارتباط اللي احنا بنشار عليها، دي داسة بتركب داخل الارتباط. وده كابولي بتاع طقم الارتباط، ده كابولي اللي بيشيل، اللي بيشيل الملونات، اللي بيشيل عمود تشغيل الملونات. ده كابولي بيركب في السفلي اللي بيركب عليه الملونات. دي زرجينة مجوز 1.25 للتطويل والتقصير. ده دي مرتبطة بدراع تشغيل، دراع الحركة. دي مرتبطة بدراع، دي بوصة وربع. البراد بيطول وقصر منها. دي مراية أمامية بتاع السيمافور، يوضع هنا الأحمر وهنا الأخضر. ده مراية أمامية لتشغيل ريش السيمافور، بيشغل ريشة 4 أدم و5 أدم. ودي مراية خلفية عشان نلاحظ البلوك يعرف السيمافور فاتح ولا لا خلف. ودي زرجينة للإبر، دي زرجينة للإبر، بتضم الإبرة مع عضيب الجنب. في حالة كسر ترباس مقابل أو كسر تحويلة بيستخدم الزرجينة دي عن طريق ملاحظ البلوك. بنقشر بزرجانة التحويلة وفك جميع السنفرات بالتحويلة، ويتم التشغيل بمعرفة الحركة لحين إعادة تشغيل الترباس مرة أخرى أو إعادة تشغيل التحويلة مرة أخرى، والتأشير بذلك بكشف خد القطارات. ودي نهاية هذه المحاضرة، وننتظر إن شاء الله في المحاضرات القادمة، وتمنياتي لكم بالتوفيق جميعا. وهديكم نمرة التليفون بتاع الموبايل، حد عايز يسأل أي سؤال يتصل بي. نشكركم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.